سحبت أمس في مقر الاتحاد السوري لكرة القدم قرعة الدور الثاني من دوري الدرجة الأولى المؤهل الدوري الممتاز، وأسفرت القرعة عن مجموعتين متوازنتين نسبيا، حيث ضمت المجموعة الشمالية أندية الجهاد وعفرين والحرية والفائز من لقاء مصفات بانياس وشرطة حما، فيما ضمت المجموعة الجنوبية أندية المجد واليقظة والمحافظة وحرجلة، علما أن الأول والثاني من كل مجموعة سيتأهلا للدور الحاسم، والذي يلتقي فيه متصدر المجموعة الشمالية مع وصيف المجموعة الجنوبية ومتصدر المجموعة الجنوبية مع وصيف المجموعة الشمالية لتحديد الفريقين الصاعدين للدوري الممتاز. يذكر أن مباراة الدور الثاني ستنطلق في 15 من شهر آب أغسطس المقبل.